ومعنا بشأن هذا الموضوع عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني سيد حسن راضي. مرحبا بكم سيد حسن. إذن مع تجدد التظاهرات في إيران ودخول أهالي المعتقلين إلى معترك هذه الأزمة، إلى أي مدى ترى أن الحل الأمني ناجح في إدارة الأزمة؟ أنا أعتقد الحل الأمني هو دائما فاشل، ربما يستطيع أن وقف الاحتجاجات بشكل نسبي أو بشكل مقطعي، لكن بالتأكيد ستنتشر المظاهرات من جديد حين يعني تكون هناك فرصة للمتظاهرين أن يعبرون عن أنفسهم، وفي إيران بالتحديد رغم القمع الشديد الذي مارسته السلطات الإيرانية ما زال المتظاهرون مستمرين بالاحتجاجات، وأخذت الاحتجاجات شكلا آخرا يعني من خلال الاشتباكات ومن خلال الكر والفر، ولم يستطيع النظام الإيراني رغم كل ما مارسه من قمع من إيقاف المظاهرات، وبالعكس يعني أصبحت يعني مكانة النظام الإيراني مهتزة جدا، حيث آخر وسيلة هي القمع استخدمها بشكل مفرط ضد المعتجين، ولم يستطع وضع حد لتلك الاحتجاجات التي لحد اليوم كانت مشتعلة في طهران وفي بعض المناطق. بالإضافة إلى تظاهرات الداخل، هناك تظاهرات خرجت من إيران لتصل إلى المغتربين في دول عدة، ما أهمية التظاهر في الخارج لدعم الحراك الداخلي؟ بطبيعة الحال يعني مهم جدا الحراك الخارجي، إن كانت مظاهرات أو الارتباط بالوسائل الارتباط بالمؤسسات الدولية، هو لجلب نظر العالم المؤسسات و الفات العالم إلى ما يفعله النظام الإيراني، وبالتأكيد أيضا المواطنين في الداخل يعني أكيد لا يشعرون بأن أخوتهم وأبناء وطنهم في الخارج أيضا يتظاهرون ويتضامنون معهم ويستمرون بنفس المسيرة ويتحركون لذات الهدف. كيف تقيم تدويل الولايات المتحدة للأزمة في إيران؟ حقيقة طبعا هو انعقاد مجلس الأمن الجلسة طارئة لمناقشة الوضع الإيراني، ويعتبر خطوة مهمة لصالح المتظاهرين والمحتجين، وأيضا هو ضد النظام الإيراني، حيث سلط الاجتماع على القمع على انتهاكات إيران، وإن لم يصدر قرار دانة بشكل واضح من قبل مجلس الأمن، لكن اجتماعه مهم جدا، وتدويل القضية بالتأكيد إذا صاحب تدويل القضية اتخاذ إجراءات عملية بالتأكيد سيكون لصالح المحتجين والمتظاهرين، ونعتقد إذا تطور الأمر ستكون هناك خطوات يعني عملية من قبل كثير من الدول، وحتى نعتقد دول أوروبا التي لحد الآن متحفظة على الاحتجاجات سيكون موقفها سيقترب من موقف الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يمكن أن تضع سمعتها وما تدعيه على المحك من خلال ممارسات إيران القمعية ضد المتظاهرين. ولكن جلسة مجلس الأمن أمس فتحت بابا جديدا للسجال السياسي بين الولايات المتحدة وروسيا، كيف سيتبلور شكل هذا الصراع بخصوص إيران برأيك؟ طبعا السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا من جهة أخرى ليس بجديد، هناك مصالح متناقضة، هناك يعني كل دولة تحاول أن يكون لها سيطرة ونفوذ على بعض المناطق، وبالتأكيد من هذا المنطلق أنه لا يتفق أحيانا في بعض الأمور، لكن أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لديها حلفاء كثيرين ولديها إمكانيات وخطوات كثيرة يمكنها يعني خارج عن مجلس الأمن اتخاذ إجراءات تستطيع وضع إيران في موقف محرج وليكون لصالح المحتجين والمتظاهرين، حيث هناك إجراءات ربما عديدة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إيران، منها تجميد عضوية إيران في منظمات حقوق الإنسان، في مجالس حقوق الإنسان وفي المنظمات الدولية الأخرى، حتى يتراجع إيران يعني عن ما يستخدمه من قمع، وبالتأكيد سيكون إيران موقفه حرج في علاقات التي انفتحت بعد الانفتاح الدولي. شكرا جزيلا لك سيد حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني.